بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله تعالى نستعين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نقرأ جامعا الفاتحة لحضرة النبي محمد وللفقيدة وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. أيها السادة، القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها ويرتلها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فاضلة القارئ الشيخ بلال الهواري، القارئ والمقيم بمركز ومدينة منوف. ندعو الله له بالتوفيق وحسن التلاوة، ولنا ولكم حسن الاستماع، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم
يتفكرون في خلق السماوات والأرض يذكرون الله قياما
السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فما خلقت هذا باطلا
لنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا سمعنا ينادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولا تخزنا يوم القيامة
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
ثوابا من عند الله، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان وعلى أرض الإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها ورتلها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والوقوف في محافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ بلال الهواري، القارئ والمقيم في مركز ومدينة منوف. تتقدم أسرة الفقير وينوب عنهم الأستاذ محمد جميل بخالص الشكر للأخوة المعزين على تغذية واجب العزاء، وخاصة مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية. أما القراءة القادمة فهي لقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم في محافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد فرد، القارئ والمقيم في مركز مدينة أشموش. أيها الإخوة المعزين، تقبل الله عزاءكم جميعا.